تتفقد نسرين وهي أرملة وأم لثلاثة أطفال سيارة أجرة تعمل عليها، ثم تنطلق في شوارع عمان المزدحمة بحثا عن الركاب. فهي تعمل ضمن مشروع التاكسي الوردي الفريد من نوعه الذي يؤمن سيارات أجرة للنساء تقودها نساء عبر تطبيق هاتفي. مش كل الناس بتنظر لنا نفس النظرة، في ناس كتير بتشجعنا وبتعطينا لايكات بالشوارع وانا ماشية وبسوق انه انتي ممتازة ورائعة، وفي ناس عندهم ثقافة العيب موجودة انه هذا شغل الرجال، انتي مكانك في البيت. لا انا مكاني مش بالبيت. ونسرين عكوبة البالغة من العمر 31 عاما مجازة في التمريض، لكنها تركت مهنتها بعد وفاة زوجها قبل نحو 4 أعوام وانضمت إلى مشروع التاكسي الوردي الذي يهدف إلى تأمين مزيد من الراحة والخصوصية للنساء في هذا البلد المحافظ. بخلص تقريبا على 3:30 بوقت متأخر، هلا بالتوقيت الشتوي بيكون عنا تقريبا بتبلش تعتم، فأنا بفضل إني أطلع مع البينك تاكسي لأنه بيكون وقت متأخر. أنا دائما يعني بضطر أطلع بالليل بأوقات متأخرة، مش بس على الجامعة، أكثر من مشوار، فبطلب أنا البينك تاكسي بيكون أريح وأحسن. وتوفر شركة التاكسي المميز عبر تطبيق هاتفي سيارات للنساء وسيارات أجرة عادية وكهربائية وعائلية كبيرة. صباح الخير، مرحبا، كيف بقدر أساعدك؟ بدأنا بخمس سيارات والآن أصبحوا 10 سيارات، سيارة تقودها سيدة. أكثر الطالبين لهذا التاكسي هو النساء التي بتروح من دوامها وقت متأخر مثل الممرضات. ويعتبر الحاج أن تشجيع المرأة على قيادة السيارة هو خدمة تقدم إلى المجتمع، فالنساء أكثر حذراً ويتسببن بأقل عدد من الحوادث. وتشهد عمان التي يسكنها نحو 4 ملايين نسمة والتي تسير في شوارعها يومياً نحو 1,400,000 مركبة، منها 11,800 سيارة أجرة، ازدحامات خانقة.